يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أحد الناس يتكلم فيما شجر بين الصحابة ويتعذر بوجود أناس عنده يسبون الصحابة بسبب الزيادة والنقص في رواية ما شجر بينهم، وهو يريد أن يوضح لهم الصحيح فيما شجر بين الصحابة فقط، فهل فعله هذا صحيح؟ هذا يحتاج إلى أن يكون عالم، يكون عالما في الأمور، ما يجادلهم يرد عليهم وهو جاهل. إذا كان عنده علم يستطيع أن يرد الباطل فهو يرد عليه ويبين فضل الصحابة وأنه يجب السكوت عما شجر بينهم ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم. أما إذا كان أنه ما يحسن الرد فلا يجوز له أنه يدخل في هذه المسألة العظيمة. نعم.